يا مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل الملوخية بالجمبري، أكلة حلوة وناس كتير بتحبها، وتغيير بدل الملوخية العادية. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي، ويا رب تعجبكم. هنبتدي بشوربة الجمبري اللي هنستخدمها. هنا معانا راس الجمبري، بس طبعا احنا هنقشر الجمبري اللي احنا هنستخدمه، هنخلي راسه عشان نعمل بيها الشوربة. مكونات الشوربة: بصل وثوم وطماطم، ملح وفلفل، كمون وكزبرة، وحبهان ورق لورا مطحون. نقدر نستخدم اي نوع من انواع الخضار اللي احنا نحبها، نقدر نضيف جزر، كرفس. هنحطهم كلهم في مية على النار ونسيبها تغلي، وبعد كده هنضيف راس الجمبري. هنسيبها على النار مثلا حوالي ربع ساعة تلت ساعة تكون غليت وعملت الشوربة، وكده هتبقى جاهزة معانا عشان نستخدمها في الملوخية. لو عايزين تقدروا تستخدموا اي نوع شوربة تاني، بس طبعا دي هتكون افضل. بعد كده بقى في حلة على النار هنجيب مكعب من الزبدة، ومعاها مثلا حوالي معلقة كبيرة من الزيت. هنسيب الزبدة لحد ما تسيح كلها كده، نكون مجهزين بقى الثوم المفروم. طريقة الملوخية اللي بالجمبري بنعمل فيها التقلية قبل ما نحط الملوخية. هننزل بالثوم المفروم، هياخد تشويحة زي التقلية بالظبط بتاعت الملوخية العادية، يدوب تشويحة خفيفة، ما تخلوش لونه بني غامق علشان ما يمررش مع الملوخية. هنا انا هديت النار شوية، حسيت ان الثوم ممكن يتلسع مني، فخدوا بالكم من النقطة دي لان الملوخية بتمرر. يعني هناخده تقليبة كده، وبعد كده انا معايا كمية من الجمبري، ده تقريبا حوالي ربع كيلو. تقدروا تستخدموا اي نوع او اي حجم من الجمبري، ممكن الصغير المتوسط الكبير، بس لازم يكون متقشر ومتنظف كويس ومتشال خط الرمل بتاعه. هنقلب بقى كده، برضو الجمبري هنا مش هيستوي تماما، هو احنا هناخده تشويحة بسيطة بس. الجمبري لازم نشتغل فيه على نار متوسطة، ما تكونش نار عالية علشان ما يجلدش مننا. معلقة كبيرة بقى من الكزبرة، ونقلب تاني. بعد كده هنحط إضافة هي مكعب المرق. الناس اللي ما بتحبش تستخدمها مفيش مشكلة خالص، ما تحطوهاش، هي بس بتدي نكهة للملوخية. انا حتى بحطها في الملوخية العادية، مش لازم الملوخية اللي بالجمبري. هنديها تقليبة كده، هتكون بقى الشوربة بتاعتنا جهزت. انا بحط في الكيس الملوخية، انا هنا هستخدم ملوخية مجمدة، انا بحط على الكيس من 3 ل 4 كبشات كبيرة من الشوربة. فانا ابتديت هنا باربع كبشات، وقلت هستنى لما احط الملوخيه وبعد كده اشوف هل هعوز ازود ولا لا. اعملوا دايما الحركه دي علشان تقدروا تتحكموا في القوام اللي انتوا عايزينه. في ناس بتحبها سميكه، في ناس بتحبها خفيفه. هنسيب بقى الجمبري مثلا حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده هننزل بالملوخيه. لازم تكون فكه تماما، يا اما لو هي ملوخيه خضراء نحطها بعد ما تتخرط. هنفكها كده بقى بالمضرب اليدوي، سيبوها بقى على النار لمدة 5 دقايق كده لحد ما تغلي، وبعد كده هتدوقوا احلى ملوخية بالجمبري ممكن تاكلوها. الملوخية ما بتقعدش كتير خالص على النار، يدوب تاخد غلوة واحدة وبعد كده نشيلها علشان ما تفصلش مننا بس. وبالهنا والشفا، يا رب الوصفة تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.